عقدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر ووزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم اجتماعا بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي. اقترحت وزيرة الهجرة إقامة مكتب للمصريين في الخارج في مركز خدمة المستثمرين بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي. وأوضحت نصر أن الوزارة هدفها التسيير على الراغبين في الاستثمار في مصر منهم المصريون في الخارج، مشيرة إلى أنها ستقيم مكتبا للمصريين في الخارج لمركز خدمة المستثمرين، مثلما قررت تخصيص مكتب لسيدات الأعمال. بحث الجانبان إجراءات التسهيل على المصريين في الخارج عبر إجراءات لتأسيس الشركات عبر الأونلاين وهي عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، بالإضافة إلى كيفية إشراك المصريين في الخارج في البورصة المصرية وإقامة دورات تدريبية للشباب المعرض للهجرة غير الشرعية بالمحافظات. للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا معالي السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة. معالي السفيرة، يعني طبعا برحب بك على شاشة أون لايف. الخير، أهلا وسهلا. يعني اطلعينا معالي الوزيرة عن أبرز المشكلات اللي بتواجه المستثمرين في الخارج سواء المصريين أو غير المصريين. هو طبعا النهاردة أنا حرصة أن أنا ألتقي بمعالي وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي فيما يتعلق بالمصريين في الخارج ومشاكل استثمارهم داخل مصر. حضرتك عارف أنه منذ عودة وزارة الهجرة طبعا بتتلقى الوزارة الأفكار المشاريع الخاصة بالمصريين في الخارج، الكثير من المبادرات للاستثمار داخل مصر. نعم. وفي ضوء أن وزارة الهجرة وزارة غير متخصصة في مجال الاستثمار، فبالتالي كان لابد من تعاون وزارة الهجرة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في فتح شباك واحد للمصريين في الخارج حتى تتمكن هذه الوزارة المختصة المعنية من دراسة المشروعات المقدمة من المصريين في الخارج وأيضا تقديم التسهيلات والحوافز لهم. نعم. كنت طرحت قبل كده أنه وزارة الهجرة هتعمل حاجة اسمها الكارت القنصلي للمصريين في الخارج. الكارت القنصلي ده كارت بيتم إصداره من سفارتنا في الخارج. نعم. وهذا الكارت بيدي امتيازات للمصري، بمعنى أنه ممكن يتجه للشباك الواحد في وزارة الاستثمار، شباك واحد في وزارة الإسكان، وأيضا في مصلحة الأحوال المدنية، لأن الكثير منهم في الأجازات الصيفية بيبقوا عايزين أن هم يخلصوا أوراقهم، اللي عايز يعمل رقم قومي، اللي عايز يقدم مشروع معين، اللي عايز نصيحة معينة. فبالتالي بحاول أن أنا يعني أنجز في هذا الكارت فيما يتعلق بالشبابيك الموحدة الخاصة بالمصري في الخارج. فالنهاردة كان لقائي مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في هذا الإطار، واتفقنا أنه حيبقى في مكتب خاص للمصري في الخارج يتجه إليه المصري بمشروعه. أيضا فيما يتعلق بقانون الاستثمار واللائحة التنفيذية كنت قدمت لمعالي وزيرة الاستثمار اقتراحات وزارة الهجرة فيما يتعلق بإعطاء توصيات خاصة بالمصري في الخارج فيما يتعلق بالحوافز المقدمة لهم، النزاعات اللي قد تطرأ على أي مشروع استثماري ممكن يقدموه للدولة، التسهيلات اللي ممكن هذا القانون أيضا يعطيه للمصريين في الخارج. نعم، يعني معالي السفيرة طبعا جهد مشكور جدا. عايزين نعرف هذه هي الجهود سواء جهود وزارة الهجرة أو بالتعاون مع وزارة الاستثمار، كيف يمكن أن هذه الجهود تعظم الاستثمارات سواء المصريين في الخارج أو أي مستثمر أجنبي في مصر؟ يعني أنا طبعا بتكلم عن الملف الخاص بي وهو المصريين في الخارج. مما لا شك فيه في جهود من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر وتقديم التسهيلات لهؤلاء المستثمرين. فبالأولى نعطي أيضا هذه التسهيلات والضمانات لأبناء الوطن في الخارج الراغبين في الاستثمار داخل الدولة. حضرتك عارف أن المصري بيجي بيبقى مش عارف يستثمر فين، عايز يساعد وعايز يستثمر ولكن مش عارف يقابل مين، وطبعا ممكن يعني يقع تحت طائلة ناس الحقيقة ممكن عمليات نصب طبعا يا معالي السفيرة كثيرة جدا طبعا. عشان كده قررت أنه أتعاون مع معالي وزيرة الاستثمار أن احنا نقنن هذا الوضع، بمعنى أن المستثمر المصري لما بيجي مصر هو عارف كويس جدا رايح فين، هيقعد مع ناس مختصين في هذه الوزارة
مختصين، بمعنى انه الموظف اللي قاعد عارف كويس جدا انه هذا المواطن جاي من الخارج، انه ما عندوش وقت للانتظار، انه يسهل عليه الروتين اللي قد يعني يطرأ على تنفيذ او الحصول على سجل تجاري او استثماري. كل هذه المواضيع الحقيقه ناقشتها مع معالي الوزير النهارده عشان نقدر ان احنا اولا اثبت الثقه اللي ما بين المواطن المصري في الخارج وما بين دولته فيما يتعلق بالاستثمار داخل مصر. يعني هو معالي السفيره، هو ممكن يعني نصف هذا المكتب كشباك للمستثمر المصريين في الخارج اللي عايز يعرف معلومات اكثر عن الاستثمارات في مصر، عايز يعرف اكثر عن الفرص الاستثماريه في مصر، هو شباك واحد يقصده هو المستثمر المصري في الخارج، وهذا المكتب فيه خبراء من وزاره الهجره ووزاره الاستثمار. مظبوط، ومش بس ان هو يعرف معلومات، تسهيل هذا المكتب لهذا المشروع الاستثماري اللي بيطرحه المصري في الخارج. نعم. عايز اقول لحضرتك ان في البعض منهم يعني بيعملوا شركه مثلا مع مستثمر اجنبي، وبيبقى طبعا حبه وولائه الشديد للوطن بيبقى عايز يجيب هذا المستثمر الاجنبي صحيح. عشان يستثمر في مصر. صحيح. فليه انا كدوله ما افتحلوش هذا الباب واسهل له هذه الاجراءات واديله المعلومات الصحيحه بدل ما هو ياخذ هذه المعلومات من اشخاص غير معنيين بالامر تماما. معالي الوزيرة، طبعا بشكر حضرتك على وجودك معنا على شاشة أونلايف، جهد مشكور جدا. معالي السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، نشكر لك كل هذه التفاصيل.